وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز أبل، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. بعد التحية دكتور، طبعا هذه الاستراتيجية عند صياغتها تم الأخذ طبعا بعين الاعتبار أهم متغيرات وتطورات قطاع الخدمات المالية سواء محليا أو إقليميا ودوليا. كيف تقرأ أهمية إطلاق هذه الاستراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية في المحافظة على استدامة الخدمات المالية ومواكبتها لأحدث الأساليب والنظم؟ حتما، أولا اسمح لي أحييكم وأشكركم على هذه الاستضافة في هذا الموضوع الحيوي والمهم جدا لمكانة البحرين الوضاع دائما والمتقدمة دائما. البحرين معروفة بأنها سباقة في التأسس كمركز مالي، والآن طبعا هي يعني تواجه مرحلة مهمة جدا. العالم يتقدم بالأخص فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والخدمات المالية، والبحرين دائما كانت سباقة. وطبعا وفقا لما تفضل كما تفضلت بتوجيهات جلالة الملك المفدى دام عز وتوفيقه، وأيضا حرص ومتابعة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لأن البحرين لا تستطيع أن تتوقف أينما وصلت، وإنما تحتاج إلى التقدم إلى الأمام لمواكبة التطورات والتطبيقات المالية الحقيقية الآن التي يعني يعيشها العالم. الحقيقة تطبيقات الصناعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية باتت متقدمة جدا، وتحتاج إلى إعداد الأفراد وإعداد البنية التحتية والتشريعات بما يخدم التطور، بما يخدم الاستجابة لكل الوضع العالمي فيما يتعلق بتحويل الأموال، بما يتعلق بالسلامة في التعاملات المالية، بما يسهل على المواطنين، وأيضا بما يقلل استخدام النقد الورقي. وهذه كلها متطلبات ينبغي طبعا، يعني احنا في البحرين عندنا العقول الحقيقة النيرة تحتاج أيضا إلى تدريب وتطوير القدرات البشرية البحرينية لكي تواكب هذه التحديات، وأيضا لضمان أننا لا نتأخر ولا نتخلف عن العالم، ومن جانب آخر أيضا لإعداد المواطنين البحرين لكي يحصلوا على الوظائف النوعية التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي ويتطلبها الخدمات. طبعا عندنا الخدمات المالية في البنوك، عندنا الخدمات المالية في شركات التأمين، عندنا الخدمات المالية في البورصة، عندنا الخدمات المالية أيضا بالتكنولوجيا الحديثة في المصرف المركزي، في التعاملات المالية ككل. وبالتالي الوضع يعني يحتاج فعلا إلى انتباه، ولذلك جاءت الحقيقة الاستراتيجية في وقتها المناسب، وهذا يؤشر إلى أن رؤية جلالة الملك ثاقبة الله يديم عزة، ورؤية أيضا واهتمام صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطبيقها في هذا الوقت والاهتمام بها وجعلها استراتيجية وليست مجرد خطة. نعم دكتور، لو نسلط الضوء قليلا حول هذه الاستراتيجية وما ترتكز عليه من برامج بمجالات متعددة ضمن خمس أولويات رئيسة، كيف سيتم تحقيق الأهداف من تطوير هذا القطاع المالي من خلال هذه الأولويات؟ حتما يعني سيكون هناك لابد أن يكون في إنفاق لإعداد أول شيء البرمجيات نفسها وامتلاكها، وهذه طبعا لا يمكن تطويرها إلا بناء على الاحتياجات، وهذا يستدعي أن نعتمد على الكوادر البحرينية، وهناك إمكانيات هائلة. أنا الآن أشير إلى أن في قطاع التأمين هناك تطبيقات كثيرة لا تستدعي يعني تتيح للمواطن اليوم أنه وهو في منزله يجدد بوليسة التأمين، وهو في منزله يتعامل مع تجديد سيارته. هناك تطبيقات عديدة نفذتها البحرين الحقيقة كلها، وهذا يدلل على أن البحرين منفتحة على التطور العالمي. هناك أيضا فيما يتعلق بإعداد البحرينيين في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية من ناحية التقنية. هناك أيضا تطبيقات تتعلق ب يعني عدم غسيل الأموال، لكن كلها اليوم تتم عن طريق عن بعد، وليس عن والله تحويل مبالغ نقدية فقط مباشرة. كل هذه تحديات الحكومة الموقرة وبتوجيهات من جلالة الملك انتبهت إلى ضرورة إعداد البحرينيين كبشر كمواطنين كعاملين، وأيضا امتلاك التشريعات القانونية التي تتيح هذا الأمر وتسمح بإيجاد سلامة للمتعاملين، وأيضا
امن للعمليات كلها. واعتقد يعني في مجلس الشورى نحن ايضا لدينا هذا التصور، نعرف ان هناك متطلبات، وفي مجلس النواب المؤقر ايضا هناك استعداد للتعامل مع هذه الامور بما يلبي تطلعات يعني جلالة الملك المفدى، كونه ينظر الى الامام ويشوف الرؤيه المستقبليه ويشوف تطور العالم، وايضا ما يامر به صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد حول تطبيق هذه والشعوب. نعم دكتور، وضحت الفكره حول كيفيه تحقيق هذه الاهداف. دكتور عبد العزيز ابل، عضو مجلس الشورى وعضو لجنه الشؤون الماليه والاقتصاديه بالمجلس، شكرا جزيلا لك.